من غياهب السجن إلى نور الحرية خرج هؤلاء الصحفيون بعد 5 سنوات من الاختطاف والتعذيب والقهر، سنوات ظلم اقتطعت من أعمارهم، عزلوا فيها عن العالم وأهاليهم. قبل 63 شهراً اختطفتهم ميليشيا الحوثي وزجت بهم في السجون، تعرضوا خلالها لمعاملات سيئة ومحاكمات غير قانونية. نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها رحبت بإطلاق سراح الصحفيين 5، وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بمواصلة جهوده لإطلاق سراح بقية الصحفيين. اللافت في قضية الصحفيين 5 أنهم كانوا قد حصلوا على فرصة للخلاص من الاعتقال إثر قرار مما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء قضى بإطلاق سراحهم، غير أن الميليشيا أعادت استثمارهم للحصول على مكاسب إضافية ضمن المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى. الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين لا تتوقف، ففي وقت سابق حكمت الميليشيا بالإعدام على 4 صحفيين وهم عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري. وقد لقي حكم الميليشيا بحق الصحفيين استنكاراً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. يأتي ذلك فيما الانتهاكات مستمرة بحق الصحافة، ما دفع الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اعتبار أن حرية الصحافة في اليمن ما تزال تحت تهديد خطير، معبراً عن قلقه من مواصلة ميليشيا الحوثي استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. 5 صحفيين أفرج عنهم من أصل 16 صحفياً مختطفاً لدى ميليشيا الحوثي، وتبقى آمال الإفراج عن باقي الصحفيين معلقة على الجولة المرتقبة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ومدى استجابة الميليشيا لمساعي إطلاق المختطفين والأسرى.